هل الرشوة تجوز إذا كنت متقدما لإحدى الوزارات للوظيفة وأنا مستحق ويعطون الرفض من غير سبب؟ لا ما تجوز الرشوة، لكن أنا بودي في مثل هذه الأشياء ألا نكون سلبيين. للأسف كثير من الناس سلبيون، وهو يعني مثل هذا الحين، يعني يقول لك عطني رشوة أنا وظفك مثلا، قل له تم وروح بلغ عنه، مشكلتنا ما حد يبلغ، وروح خاصة أن هذه وزارة الدولة، روح بلغ قل أنا قدمت على وظيفة وقال لي واحد قال يرفض وظيفتي، وقال لي واحد أنا وظفك بس عطني المبلغ الفلاني، بلغ عنه قل حصل كيت وكيت وكيت. يعني شغلوهم اللي بالنزاهة، نزاهة يقول ما يجونا الناس، روح شغلهم، روح قول لهم أنا قدمت حق الوزارة الفلانية وكذا، وستر عليك ما يعلمون عن اسمك أبدا. بس لازم حنا نكون يعني مساهمين في إصلاح البلد، ما في كل ما كاري ما كاري ما اللي شغل كيفهم، بس يجوز ولا ما يجوز، يجوز بيسويها ما يجوز ما يسويها وبس، بعضه حتى ما يجوز بيسويها. مو ليس هكذا، يجب على الإنسان المسلم أن يكون متفاعلا في مجتمعه، يعني ينهى عن الفساد ويمنع صدور هذا الفساد ويمنع انتشاره. فعلينا أن نكون إيجابيين في منع مثل هذه الأشياء. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم.